متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل الخير. اليوم الخميس بتشهد عموم مناطق المملكة المزيد من الارتفاعات على درجات الحرارة، لتصبح حارة نسبيا وحارة جدا في مناطق الغور، البحر الميت والعقبة. نستعرض التفاصيل. الحالة الجوية لهذه الليلة على فترة الإفطار في العاصمة عمان، تسجل فترة الإفطار 26 درجة مئوية، أجواء صافية، نسبة الرطوبة عالية 81%، وسرعة الرياح 12 كيلومتر في الساعة. نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم الخميس في عموم مناطق المملكة، ابتداء شمالا وإربد، نهارا بتسجل 32، ليلا 21، كل ما المفرق وجرش وعجلون درجة حرارة متقاربة 33، نهارا و23 درجة مئوية بتسجلها ليلا، وأجواء صافية ومشمسة. نستعرض الآن درجة الحرارة في مناطق الوسط مع العاصمة عمان، 31 نهارا 21 ليلا، البلقاء 32 نهارا 22 ليلا، الزرقاء 34 نهارا 23 ليلا، مادبة 32 نهارا 21 ليلا، البحر الميت أجواء حارة جدا 37 نهارا و28 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. المناطق الجنوبية والكرك 31 نهارا 21 ليلا، الطفيلة بين 30 و20، الشوبك بين 27 و19، معان بين 31 و20، العقبة أجواء حارة جدا 39 درجة مئوية نهارا و27 درجة مئوية إن شاء الله بتسجلها ليلا. أخيرا مع المناطق الشرقية، كل ما الصفاوي الرويشد والأزرق درجة حرارة متقاربة بين 35 درجة مئوية و33 نهارا، أما ليلا بتنخفض ل 21 درجة مئوية وأجواء حارة. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. تابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب دائما. إلى اللقاء.